ولتسليط الضوء على الانتهاكات التي تعرض لها متظاهرو بابل بعد محاولات قوات الأمن والميليشيات فض الاعتصام ودهم بيوت الناشطين، ينضم إلينا عبر سكايب من بابل الناشط في التظاهرات الدكتور درغام ماجد. دكتور درغام، بداية أهلا بك. خرجتم في بابل كما كل المحافظات الثائرة رفضا للفساد ومفسدي العملية السياسية، كيف وجدتم رد حكومة العبادي بداية وحكومة الكاظم الآن وقبلهما عبد المهدي أيضا، كيف وجدتم ردهم أو ردهم عليكم؟ أهلا وسهلا بكم، شكرا لقناة الرافدين على إتاحة هذه الفرصة لنقل مظلومية محافظة بابل ومظلومية متظاهري بابل من قبل الأحزاب المفسدة والسلطة المفسدة في بابل. حقيقة تظاهرات بابل صار يعني سنوات، ومثل ما تفضلت يعني الحكومات اللي تعاقبت العبادي وعادل عبد المهدي والكاظمي، بابل هي أسوأ محافظة بالخدمات وأكثر محافظة بالفساد والسرقات والسلب والنهب، وأكثر محافظة بالتخريب وسطوة الأحزاب. المتظاهرين المخلصين الأوفياء خذوا على عاتقهم عهد أمام الله وأمام الوطن أنه يستمرون بهذا الطريق ومحاربة المفسدين. فالأيام الأخيرة من خلال هذه التظاهرات، الأيام الأخيرة وصلنا إلى نهاية المطاف، شخصنا الخلل أنه إذا أريد محافظتنا تستقر ويبدأ بها الإعمار والبناء ويستتب الأمن، أنه لازم نغير المحافظ المفسد، لأن هاي الفترات اللي تعاقبت على بابل ولا محافظ مخلص إجا لبابل، أغلبهم وتجيبهم هي هاي الأحزاب المفسدة، هي تتفق بيانات وتجيب محافظ، وماكو شأن أو رأي أو حساب لأهالي بابل، لبابل التاريخ والحضارة. فخلال هاي الفترة من يعني الأخطاء الموجودة بالتظاهرات وغيرها، وجود المندسين التابعين للأحزاب، الأحزاب يعني صرفت أموال هائلة من المال المسروق من البلد، وإلهم هم سارقية على بعض المتظاهرين، هم مو متظاهرين، بعض المندسين اللي تابعين للأحزاب دافعين لهم فلوس، خلوهم على شكل متظاهر يحرف مسار التظاهرات، ما يوجهها باتجاه يعني مصدر القرار. فأخذنا على عاتقنا خلال هاي الفترة أنه لازم نوجه التظاهرات وننظمها وتكون مخططة حتى تجيب نتيجة وتخدم المحافظة. الحمد لله بوجود المتظاهرين المخلصين الأوفياء استطاعنا نوجهها أنه لازم ينقال المحافظ. سيد درغام، وبدأنا بخطوات عملية صحيحة أثمرت على النتائج، وصلت إلى رئيس الوزراء الكاظمي. عن طريق إلى ما ترجع هذه المحاولات المستمرة من قبل الميليشيات تحديدا لفض الاعتصام في بابل، ولماذا دخلت القوات الحكومية على الخط باعتقادك؟ هو حقيقة يعني بالنسبة للميليشيات وغيرها بابل، ومنسقة بعض الخونة من القادة الأمنيين في بابل اللي دائما يدافعون عن المفسدين، وكل ما تريد توصل التظاهرات المرادها تلقى تدخل القوات من قبل يعني بأوامر القادة الخونة، عندنا قادة خونة في بابل يتسترون على المفسدين وعلى الأحزاب حتى لا توصل التظاهرات المرادها وتقضي على الفساد. فالقضية ببابل قضية فساد مستشري، وكل اللي يصير من إجرام، من قتل، من ميليشيات، من قمع من قبل القوات الحكومية اللي بعضها تابعة لجهات حزبية أو قادتها متنفذين من الأحزاب، القمع حتى يبقى الفساد مستشري حتى التظاهرات ما توصل للنتيجة. فالأساليب اللي جاي يستخدموها ويانا يريدون يثنون أنه نكمل طريقنا ونقضي على الفساد. فالقضية قضية فساد، أنه لازم يبقى الفساد، واللي يوقف الطريقهم يحاولون يسحقوه. بس احنا يعني بقوه رب العالمين وهمه المخلصين الشرفاء، احنا دائما يتهموننا جوكريه، تابعين ما ادري لمن، تدعمكم قطر، تدعمكم السعوديه، يوم تدعمكم امريكا. احنا ناس بسطاء كسبه ما متعينين اغلبنا، بس تركنا بعد ما نطالب تعيين وغيرها، لا نريد ننقذ بلدنا، نريد ننقذ محافظتنا. خلص احنا عندنا مصادر رزق والحمد لله، هاي الفتره كلها تاركيها
من أجل الوطن. نعم من أجل الوطن ومع العوز اللي نمر به، بس إحنا خلص نريد وطن. نعم. وعن حق وحقيقة، خاف أكو كم متظاهر خائن عميل للأحزاب أو لدول، أما إحنا مناطقنا تعرفنا وعشائرنا. نعم. تعرفنا بفضل رب العالمين. هدفنا الأول حتى ساعة، نعم حتى ساعات متأخرة من ليلة أمس كان هناك اجتماع لعشيرة أبو سلطان، وأصدرتم تحذيراً للميليشيات من استمرار انتهاكاتها بحق المتظاهرين. برأيكم هل ستلتزم الميليشيات بوقف انتهاكاتها ضدكم؟ الانتهاك الأخير اللي صار والخرق للقانون وللدستور وللأعراف العشائرية وللأخلاق وللدين، يعني أكو تعاطف كلش كبير من عشائرنا، من الجماهير، من مناطقنا، وبنفس الوقت يقابل استياء شديد من الفعل الشنيع لهاي العصابات. واليوم عشائرنا اللي إلها قبيلة أبو سلطان إلها امتداد، وأيضا قبيلة خفاجة، لأن الاعتداء صار مكانياً، إلهن امتداد على مستوى الوطن العربي. اليوم اتصالات تجينا من قبل مشايخنا ومن قبل الزعماء على مستوى بابل وعلى مستوى العراق، وحتى من خارج العراق زعماء قبائل مستائين وأعلنوا تأييدهم القوي للمتظاهرين من أبنائهم والمشروع التظاهرات ومحاربة المفسدين. فاليوم هم محرجين، هاي الميليشيات محرجة وحكومة الكاظمي محرجة إذا ما اتخذت إجراء بحق هذا الاستهتار بالقانون وبالقيم وبالمبادئ، راح يكون للقبائل إلها رد. وأيضا بالنسبة يوم أمس أيضا كانت عندنا تظاهرة لشجب واستنكار ما حدث، وأيضا كان نزول للميليشيات بأسلحة وقطع للشوارع بمحافظة بابل بمدينتنا، وطينا الدور للقوات الأمنية، وكان من المقرر أن تتوجه التظاهرات لغلق المقرات، لكن بطلب من زعماء القبائل، لأن أكو يعني بين القبائل عهود ووعود ومهل، المهل راح تنتهي يعني اليوم. نعم. في السؤال الأخير، نعم في السؤال الأخير إليك دكتور درغام، ماذا لو بعد إجابتك فيما يتعلق بعدم التزام الميليشيات واحتمالية أن يكون هناك رد من قبلكم، السؤال كيف وجدتم دعم المرجعيات الدينية في كل هذه الانتهاكات التي طالت حتى بيوت الناشطين وحرماتهم من قبل الميليشيات؟ خصوص الانتهاك، لحد الآن احنا وجهنا نداء للمرجعية والشيوخ العشائر وللكاظمي والوزير الداخلية والكلها والقائد الشرطة اللي متعاون كثيرا مع الأحزاب ومع المفسدين، ماكو رد واستجابة فقط من يعني زعماء القبائل. يعني قبائلنا إلها دور مشرف، أما الجهات الدينية والمرجعيات ننتظر لحد الآن إن شاء الله يكون إلهم موقف ويكون إلهم دور بردع خرق القانون. النشط في تظاهرات بابل الدكتور درغام ماجد، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.